bag, couldn't have a wine. Shots went missing in the summer sun. And Ben and M can't figure if the summer's done. Pour another glass, hit back, sip another with wine. Two checking as the colour's fine. Cassette, fling it on the desk, number one. I'm trying to keep all the respect for my number cons, but never coming for your neck if I'm under farm. Cause I can run away when it's all finished. Diminished, just been this, we poor glass. I got nothing if it's all in this. But if I keep all the trouble that I brought with this, it's finished, yeah. This is how the game goes. Dodging plain clothes, villains chasing rainbows. Suppose if it was anything but main roads, talking ten toes, another case closed. I'm sure, cause this and this is where you'll find me. Sipping on a chai tea, talking all politely. And rightly so, they're telling me they might be looking for the trouble, nah, never make your mind, G. I keep it low key like a baritone. Just far from sopranos who haven't grown. Cause everybody talks tough in about the zone. Three kids, I get trained with them. So if I stand alone, reminisce, I used to run. A couple guys talk tough. I know they used to burn flame when they used the sun. I never really did label me unusual one. It's done. Cause I was trying to change position. Parts missing, trying to stop this opposition. Like blocks hissing, big blocks, the dogs. Yo, I wanted them gone, I stopped living shots. I stopped living long. I wanted them gone, I stopped living shots. I stopped living shots. I wanted them gone. That's why you're my danger. سيداتي نساتي سادتي، هذه تحياتي لكم من ملعب الاتحاد حيث تقام مباراة اليوم. كالعادة سأكون معكم من كابينة التعليق. اليوم لدينا مباراة في الأدوار الإقصائية، فريق مانشستر سيتي في مواجهة أولمبيك مارسيليا. مباراة واحدة، انتصرت تستمر، خسرت تودع، هكذا القاعدة. سهرة في مباريات النوك أوت، التركيز مطلوب والخطأ ممنوع إن كنت تريد الاستمرار في المسابقة. And number 7, Raheem Sterling. تشكيلة مانشستر سيتي في مباراة اليوم شاهد الآن على الشاشة. الفريق هنا يلعب بطريقة الأربعة ثلاثة ثلاثة التقليدية واللي تعتمد على الأجنحة في لقاء اليوم. تشكيلة نادي مارسيليا في مباراة اليوم. حتى الفريق الآخر راح يستخدم نفس الخطة، نفس الطريقة، راح يلعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة واللي تعتمد على الأجنحة. تنطلق المباراة مع نادي مانشستر سيتي. راحت الكرة من مانشستر سيتي. تسديدة ممتازة للتقدم. كيفن دي بروين. اوه في المرمى. هدف أول في هذا اللقاء. أصبحت الأمور أكثر إثارة، اشتعلت الآن، احترقت في هذه اللحظات. شوف الإعادة، شوف الكرة اللي كانت موجهة بقوة في زاوية مستحيلة على الحارس، وسجل من خلالها الفريق هذا الهدف. هذه إعادة للهدف من زاوية أخرى. تقدم الآن لصالح مانشستر سيتي. مساحة فاضية أمام بايت على الطرف. أمام مساحة في هذه اللحظات.
نستمتع بإعادة من جديد. كرة كانت جميلة جدا من البلجيكي كيفين دي بروين. هذه الإعادة التي توضح اللمسة الأولى، توضح سرعة اتخاذ القرار ووضع وجه القدم فيها لتدخل المرمى في الجهة اليمنى. هدف جميل جدا يسجل في هذا التوقيت. رياض محرز، مان سيتي يهاجم خارج الملعب وركلة مرمى. مورغان سانسون، ديمتري بايه. إذا الحكم يحتسب تسلل. أعتقد أنه كان قرار شجاع لأن اللاعبين كانوا قريبين جدا وكانوا على خط واحد. صحيح اللاعب كان قريب جدا من آخر مدافع، لكنه تسلل صحيح كما نشاهد في الإعادة. داريو بر فيها، انطلق فيها، راح راح، يجب أن تستغل. الكرة كانت قريبة، الخطورة كانت قائمة، كان ممكن ينهي الهجمة بشكل مثالي، لكن الكرة سهلة لحارس المرمى. ضربة جزاء لمارسيليا. أوه، الحكم يشير إلى ضربة جزاء ويمنح اللاعب بطاقة صفراء. شوف اللقطة في الإعادة، في تدخل قوي كان، في خطورة كبيرة، كانت عرقلة واضحة ضاعت ركلة الجزاء. مرت الكرة من فوق العارضة، لم تنفذ اللقطة بشكل سليم، فرصة سهلة يتم إهدارها. مانشستر سيتي يفقد الكرة. حلوة الكرة البينية خلف المدافعين من بايد. إيدرسون يتصدى لكن ما زالت الخطورة. مورغان سانسون يستعيد الكرة بتدخل سليم. ومحاولة تصويبة من مسافة بعيدة. المسافة بعيدة لكن اختار يجرب. شوف التسديدة القوية، لكن لقطة كانت بعيدة تخرج في هذه الصورة بدون أي خطورة. دوي تشاري تكار عمل جيد في قطع الكرة. أرضية لأكويرو، رأسية بتروح بعيدة عن المرمى، ما عرف كيف يوجه الكرة بشكل مثالي. شوف الكرة الرأسية، وبالتأكيد تحتاج إلى موهبة، إلى مهارة حتى يوجه اللاعب. فقدوا الكرة. الكرة تحت سيطرتهم بعد ما تمكنوا من استخلاص الكرة والسيطرة عليها. فرصة كبيرة عند كيفين دي بروين. سيرجيو أكويرو، هذه كانت فرصة هدف محقق من مسافة كانت قريبة. حارس المرمى ما تمركز فيها بشكل سليم، لكن في النهاية ضاعت. المدافع يتدخل في الوقت المناسب ينهي هذه الفرصة. مانشستر سيتي لم يكن مستحوذا على الكرة بشكل كبير في هذا اللقاء، هذا لا يهم كثيرا حقيقة، المهم النتيجة. السيطرة ليست لها فائدة إذا لم تساعد الفريق على الفوز. أحيانا يكون الاستحواذ عائق أمام الفوز، ومن الذكاء أن تعرف متى تعتمد عليه ومتى تترك الكرة لخصمك. ممكن محاولة مرتدة خاطفة الآن، هجمة مرتدة لا ممكن تشكل خطورة. ديفيد سيلفا، كرة مرتدة مثالية تدرس،
كل شيء كان فيها حسب الخطة، التحرك، نقل الكرة، استغلال المساحة، الكرة وجدت طريقها إلى المرمى. الله على هذه الكرة. هذه اللقطة توضح لك طريقة التنفيذ والدقة في التسديد، لقطة كانت صعبة على حارس المرمى. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. حتى الآن الفريق يتقدم في النتيجة وله الأفضلية في الشوط الأول، وهذا أمر مهم جدا في هذا اللقاء. مانشستر سيتي يتقدم في النتيجة ويبدو بأن في فرصة خطيرة مع دي بروين، تدخل وإبعاد الخطورة، ضربة ركنية للسيتيزنز. كيفن دي بروين بيلعبها في منطقة الجزاء، كرة خطيرة لكن الدفاع بيخلصها بعيدا عن المرمى. مارسيلا يحاول استغلال الأطراف، يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة، فرصة متاحة، تصدي سهل بعد فرصة كانت ممكن تكون خطرة وممكن تكون هدف لو تم التعامل معها بشكل أفضل. تسديدة قوية لكن بدون أي تركيز، تفتقد للدقة، الكرة تذهب بشكل بعيد جدا عن المرمى. دقائق أربع أخرى من الإثارة، بينية فيها خطورة، كرة بتصل خلف الدفاع، هدف يقربهم من العودة وتصحيح الأوضاع. شوف الإعادة، شوف اللقطة، المرمى كان خالي، كل اللي سواه أن تابع الكرة داخل المرمى، ما في أسهل من هذه الكرات للتسجيل. المدرب الآن محبط، ما في كلام، بعد ما تلقى فريقه هدف وبعد ما صارت النتيجة قريبة الآن ومسألة التعادل ممكنة، تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدف لهدف بدون أي معاناة، تقطع الكرة بعد تمريرة سيئة. النتيجة 2-1 مع نهاية الشوط الأول. قدم شوط أول جيد حقيقة، ربما الآن يقدم. تتواصل المباراة مع ضربة البداية للشوط الثاني. يفقد الكرة. فأول مصلحة السيتيزنز. يقطع الطريق لكن لا يسيطر على الكرة. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. رائع في قراءة الفريق الخصم. مضغوط عليه. فرصة كبيرة للتعادل. مستحيل هذا التصدي يا إيدرسون. الكرة من هذا المكان، هذه الفرصة فرصة هدف محقق، لكن إيدرسون يرفض هذا الحديث. كرة لمنطقة الجزاء من بايت.
ماذا سيفعل الآن؟ يفقد الكرة دي بروين. مورغان سانسون إيدرسون يتدخل ولكنها مستمرة. عرضية ممتازة في الخلف. رودريجو يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز. ضاعت الكرة. الثلث الأخير من المباراة يبدأ في هذه اللحظات، متبقي فقط 30 دقيقة. تدخل يبعد الكرة. الآن يبحث عن استخلاص الكرة بعد ما كانوا مسيطرين عليها. ضغط عالي يضع الفريق في موقف صعب جدا ويجعله يتصرف بهذه الطريقة ويفقد الاستحواذ بشكل سريع. كون أغويرو، فرصة العرضية الخطيرة. شوف التعامل، شوف إبعاد الكرة عن الفريق. الآن لازم يخلصها. كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. خطيرة الكرة لأغويرو. الله على اعتراض التسديدة. الحارس يتصدى للكرة بدون أي صعوبات. رمية تماس لمصلحة السيتيزنز. كيفين دي بروين. ثلث ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة. مانشستر سيتي يفقد الكرة. تدخل من مدرب الفريق الضيف. في تغيير ممكن في هذه اللحظات. بيعدي وبيمر بالكرة. بينيتيتو. ديمتري بايت. تسديدة بعيدة والكرة بتتحول إلى ضربة مرمى. مدرب يحاول التصرف في ظل تأخر فريقه في النتيجة ويبحث عن دماء جديدة. استغرب قليلا من قيام المدرب باستبدال هذا اللاعب بالنظر للأداء الاستثنائي اللي قدمه في هذه المباراة، لكن ربما أيضا لإراحته. رحيم ستيرلينج ينطلق بالكرة نحو المرمى. دي بروين يتمركز عند القائم البعيد. الكرة بتضيع من رحيم ستيرلينج. ما زال مارسيليا غير قادر على تعديل النتيجة. تذهب للخصم دون معاناة بعد تمريرة سيئة. واضح أن مدرب الفريق الضيف راح يجي للتغيير الآن. أغويرو بيلعب كرة بينية. كونتوكان ملعوبة إلى ستيرلينج. تدخل ممتاز بيخلص الخطورة من منطقته. المدرجات تشتعل في هذه اللحظات. الله على هذا التشجيع. جمهور في منتهى الروعة. شوف الدعم، شوف الحافز للفريق مع كل كرة. سيرجيو أغويرو. رحيم ستيرلينج. ذكاء من المدافع. قراءة الكرة بشكل ممتاز. مارسيليا يحاول استغلال الأطراف في محاولة قد تكون الأخيرة لتسجيل التعادل. شوف بناء اللعب، شوف تبادل الكرة بشكل سليم. هذه الركنية هي الفرصة الأخيرة للتعادل. كرة لمنطقة الجزاء من بايت.
خطورة مستمرة بعد فشل إبعاد الكرة. فرصة للعرضية. كرة بتروح عن الجميع بعد هذا التدخل. وصلنا إلى نهاية اللقاء بعد مباراة قوية جدا بين الفريقين. النتيجة النهائية هدفين مقابل هدف. بأداء كيفن دي بروين اليوم تمكن من زيارة الشباك وسجل هدف ساهم من خلاله أيضا في فوز فريقه في مباراة اليوم. إجمالا كان أداء جيد في اللقاء. هجمة مرتدة الآن ممكن تشكل خطورة. مثالية تدرس كل شيء كان فيها حسب الخطة. بينية فيها خطورة. كرة بتصل خلف الدفاع. هدف يقربهم من العودة وتصحيح الأوضاع.